Good day, my friends. How are you today? كيفكن أصدقائي اليوم؟ Are you ready? هل أنتم مستعدين؟ اليوم عنا مراجعة. بدنا نعمل مراجعة سوا. بس قبل خلينا نسمع لأغنية كتير حلوة. Let's listen to a song. وأنا برجع لكم. A, B, C, D, and E. School is where I want to be. F, G, H, I, J. Learning to read and write and play. K, L, M, N, O. Boys and girls I want to know. P, Q, R, S, T. Sharing books with you and me. U, V, W, X, and Y. Now it's time to say goodbye. Z, I'm going to bed. A, B, C, D, and E. School is where I want to be. F, G, H, I, J. Learning to read and write and play. K, L, M, N, O. Boys and girls I want to know. P, Q, R, S, T. Sharing books with you and me. U, V, W, X, and Y. Now it's time to say goodbye. Z, I'm going to bed. Good night. هلا أصدقائي بدنا نتذكر سوا بعض الأماكن. أخذنا قبل أسامي بعض الأماكن بالإنجليش. تتذكروا؟ Do you remember? طلعوا على اللوح. Open your eyes well. Open your ears well. And look at the board. بأول صورة شو عندي؟ عندي مدرسة. مدرسة بالإنجليش بقلا مثل مدرستي. My school. Excellent. فإذن school مدرسة. What do people do in the school? شو بيعملوا الناس بالسكول بالمدرسة؟ People learn in the school. بيتعلموا. أو work. مين بيشتغل بالمدرسة؟ المعلمات. Teachers work in the school. Teachers teach in the school. بيعلموا بالمدرسة. بيرجع عندي تاني صورة. تاني صورة عندي مطعم. محل ما بيأكلوا العالم. شو بقله بالإنجليش؟ restaurant. فإذا عندي restaurant يلي هو المطعم. What do people do in the restaurant? People eat in the restaurant. They have lunch or dinner in the restaurant. بيرجع عندي شو هيدا؟ مكتب البريد. بقله post office. فإذا post office مكتب البريد يلي منبعت فيه بريد أو منتلقى بريد. What do people do in the post office? People work in the post office. عندي هلأ محطة الشرطة. شو بقلها؟ police station. police station. What do people do in the police station? They ask for help. يعني بيسألوا مساعدة. بيطلبوا مساعدة. إذا صار معكم أي حادث أو شفتوا حدا عم يسرق شو بنعمل؟ بنروح دغري لعند الشرطة. We ask for help. يعني بنطلب مساعدة. What do people do in the police station? They ask for help. بيرجع عندي هون الصيدلية. شو بقلها؟ بتبلش ب ف. Pharmacy. Pharmacy. فإذا pharmacy يلي هي الصيدلية. What do people do in the pharmacy? They buy medicine. بيشتروا دواء. أما هون فعندي موقف السيارات. شو بقله؟ parking lot. parking lot موقف السيارات. People park their cars in the parking lot. يعني بيصفوا بيوقفوا سياراتهم in the parking lot. هون عندي محل ما بنحضر موفي. شو بقله؟ movie theater.
تتذكرون معي؟ فإذا موفي ثياتر مثل السينما كمان محل ما بنحضر موفي. شو عم يعملوا أصدقائي؟ طلعوا شو معهم بإيديهم؟ معهم كتب بوكس. شو بنقلها هيدي؟ مكتبة. المكتبة بالإنجليش؟ مين بده يتذكر؟ بتبلش بال لاي لايبرري. لايبرري هي المكتبة. What do people do in the library? شو بيعملوا باللايبرري؟ They read books. بيقروا كتب. أو they get books. بيحصلوا على الكتب. فإذا people read books in the library. أما هون فعندي المغسلة العمومية. محل ما منغسل تيابنا منحط مصاري منحط كوينز منغسل تيابنا. شو بقلا؟ مين بيتذكرها اسمها شوي كبير؟ لوندرومات. فإذا لوندرومات يلي هي المغسلة العمومية. What do people do in the laundromat? People wash their clothes. بيغسلوا تيابهم. In the laundromat. People wash their clothes in the laundromat. أما هون فعند الفندق محل ما بننام أو إذا بدنا نستأجر أوضة أو ندفع حق أوضة. شو بنقله بالإنجليش؟ مكتوبة هون. هوتل. هوتل. It's a hotel. يلي هو الفندق. What do people do in the hotel? People sleep in the hotel. ننتقل لهون عندي مستشفى. مستشفى بالإنجليش هوسبيتال. مستشفى بالإنجليش يعني هوسبيتال. What do people do in the hospital? They get help. بيحصلوا على المساعدة. إذا صار معكم شي حادث، جرحتوا إيدكم، كسرتوا إيدكم، لوين بتروحوا؟ على المستشفى. What do people do in the hospital? Some people work in the hospital. مين بيشتغل بالمستشفى؟ الحكيم، الطبيب، the doctor، الممرضة، the nurse أو الممرض. Work in the hospital. They work in the hospital. أما هون فعندي محطة الغاز، محل ما بنعبي بنزين أو غاز، إلا gas station. Gas station. People work in the gas station. أما هون فعندي محطة الإطفائية، لما يصير في حريق نحن لمين من بمين منتصل؟ منتصل بمحطة الإطفائية تيجوا ويطفوا الحريق. إلا fire station. Fire station. يلي هو نار أو حريق. Fire station. وبالآخر عندي مصرف. شو بقله؟ bank. Bank هو المصرف. What do people do in the bank? People work in the bank. What do people do in the fire station? People work in the fire station. فإذا أصدقائي تعالوا نعمل مراجعة سريعة عنهم كلهم. Are you ready? Open your eyes well. Look at the board. مدرسة. School. مطعم. Restaurant. مكتب البريد. Post office. محطة الشرطة. Police station. صيدلية. Pharmacy. موقف. موقف للسيارات. Parking lot. Parking lot. Movie theater. مكتبة. Library. مغسلة العمومية اللي هي اللوندرومات. هون عند الفندق شو بقله؟ هوتل. عندي هون مستشفى. هوسبيتال. مستشفى. أما هون فعندي محطة الغاز، محل ما بعبي بنزين أو غاز، بقلها gas station. محطة الإطفائية بقلها fire station. وعندي بالآخر المصرف يلي هو the bank. What do people do in the bank?
People work in the bank. People work in the hospital. They work in the gas station. People eat in the restaurant. People get help in the police station. People buy medicine. Where do people buy medicine from? They might buy medicine from the pharmacy. What do people do at the school? People learn in the school. Students learn in the school. شو بعد عندي؟ What do people do in the library? People read books or they get books from the library. ما تنسون أصدقائي لون عندكم واكتبون على الدفتر ورجعوا جربوا تعملوا لحالكم جمل. وأنا هلأ بالفقرة الأخيرة بدنا نعمل جمل مع بعض. بشوفكم بالفقرة الأخيرة. Watch. Sunset. Stars. Moon. عنا تمرين بدنا نحله. We have an exercise on the board. طلعوا معي على اللوح. Matching. بدنا نوصل جمل ببعض. خلونا نقرأ بأول ميلة شو عنا. People eat. بيأكلوا. العالم بيأكلوا. People wash their clothes. بيغسلوا تيابهم. People work. بيشتغلوا. People learn. بيتعلموا. People get help. بيحصلوا على المساعدة. بدنا نشوف بأي أماكن العالم بيعملوا هودي الأشياء. بيأكلوا. وين بيأكلوا العالم؟ In the police station? No. Where do they wash their clothes? وين بيغسلوا تيابهم؟ وين بيشتغلوا؟ وين بيتعلموا؟ وين بيحصلوا على مساعدة؟ طلعوا شو عنا بتاني ميلة. عنا In the school بقلب المدرسة. In the restaurant بقلب المطعم. In the police station محطة الشرطة. In the fire station محطة الإطفائية. In the laundromat بالمغسلة العمومية. مغسلة الثياب العمومية. هلأ بدنا نوصلهم مع بعض. منبلش بأول وحدة. People eat بيأكلوا. In the school. No, ما بيأكلوا بالمدرسة. ما بيروحوا على المدرسة تياكلوا. In the restaurant بالمطعم. Yes, people eat in the restaurant. بيأكلوا بالمطعم. هلأ تاني وحدة. People wash their clothes. بيغسلوا تيابهم. In the school. بالمدرسة. No, they don't. In the restaurant. بالمطعم. No, they don't. In the police station. No, they don't. In the fire station. People wash their clothes in the fire station. بمحطة الإطفائية؟ No, they don't. People wash their clothes in the laundromat. بالمغسلة العمومية. نوصلها فيها. ننتقل على ثالث وحدة. People work. بيشتغلوا. In the school. بالمدرسة. In the police station. أو in the fire station. People work. فيهم يشتغلوا بالمدرسة. مثل المعلمات بيشتغلوا بالمدرسة. فيهم يشتغلوا بالبوليس ستيشن. كمان فيهم يشتغلوا بمحطة الشرطة بيكونوا بوليسمن. فيهم يشتغلوا كمان بالفاير ستيشن بمحطة الإطفائية يكونوا فايرمن. شو رأيكم؟ خلينا نتركها للآخر. ننتقل على اللي بعدها. People learn بيتعلموا. وين بيتعلموا؟ In the school, in the police station or in the fire station. In the school بيتعلموا. بالمدرسة. People get help. وين بيحصلوا على المساعدة؟ إذا صار مشكل لوين منروح؟ على محطة الإطفائية fire station أو منروح على محطة الشرطة police station عند الشرطة. فإذا people get help in the police station.
واخر شيء بقى عندنا people work in the fire station. تتذكرون؟ خلينا نقراهم اخر مره. people eat in the restaurant. people wash their clothes in the laundromat. people work in the fire station. people learn in the school. people get help in the police station. اذا صار معكم مشكل بتروحوا على محطة الشرطة وبتحصلوا على المساعدة. اما هلا تعالوا نتذكر الكلمات اللي تعلمناهم سوا. بلشنا عنا up pop pop is up cup pop pop in cup pop cup cup on pop كلهم بيخلصوا ب up. فاذا شو هن الكلمات بدي اكتبهم انا وياكم على اللوح. باول غيمة عنا pop عنا up عنا cup. بعد في شيء هودي هن pop اسمه pop up يعني فوق و cup this is the cup. ننتقل على تاني وحدة عنا red red they call me red red bed I am in bed أنا في السرير. عنا red bed بيخلصوا بأد. بعدين red ned ted and add in bed. تعالوا نكتب الكلمات مع بعض بيخلصوا كلهم بأد. منبلش بأد. عندي red اللون الأحمر. عندي bed سرير. عندي كمان ned اسمه ned. وعندي تاد اسمه تاد. فإذا نطلعوا كلهم بيخلصوا بأد إيدي. بس غيرت أنا أول حرف أد ن ناد ب باد ت تاد ر راد. ننتقل لتالت وحدة أول أول ball we all play ball ball wall up on a wall all fall fall off the wall. كلهم بيخلصوا ب all. تعالوا نكتبهم سوا. عندي اكتبون هون عندي all يعني الجميع. عندي فول بيوقعوا. عندي كمان وول الحائط. شو عندي كمان بدي اشوفهم. عندي بول طابة. كلهم بيخلصوا بقول. لفصل اي هون اول لانه في وراها دبل ال. اول فول وول بول. وهون شو عنا؟ عنا he me he is after me هو وراي. he is after me. him Jim Jim is after him. فإذا عندي he م ه he م me ه m him j Jim. هون بيخلصوا ب e هون بيخلصوا ب m. فإذا نكتبهم مع بعض عندي هي عندي مي عندي هم وعندي جيم. بنشوف كمان شو عندي بالآخر. هون عندي سي بي وي سي اي بي سي بي ثري ناو وي سي ثري رقم ثلاثة. عندي three fish in a tree fish in a tree how can that be. فإذا عندي C بتخلص بدبل E عندي B بتخلص بدبل E عندي three
تخلص بدبل اي تري دبل اي. خلينا نكتبهم. فاذا عندي 3 يعني الرقم 3 بي تري شجرة. شو بعد في سي؟ شفتوا أصدقائي؟ بكل كلاود بكل غيمة عندي كلمات they rhyme together. pop up cup all fall wall ball add ned bed ted red he me him jim three b three c. اللون عندكم وجربوا تعملوا عنهم جمل صرتوا تعرفوا معانيهم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقتنا اليوم. أنا هلأ بدي ودعكم وبشوفكم بالحلقة المقبلة. باي. This is your ball. This is my doll. That is your bag. That is my tag. This is so fun. Let us run. Under the sun and eat some bun. That is a bug. That is my mug. Give me a hug. Standing on a rug. He is a dad. He is so sad because his lad lost his pad. This is so fun. Let us run. Under the sun and eat some bun.